في الزمالك إذا قرر أن يرحل فيريرا المفروض يفكر إزاي وأنت في وسط الموسم اللي زي ما قلت ما بين دوري ما بين أفريقيا ما بين عودة للدوري كل حاجة بتحسم ممكن في فبراير ومارس. وعشان كده انا قلت الثلاث تحديد السقف بثلاث مباريات ما كانش لازم يبقى معلن. والمفروض الزمالك لو هو اصل هو لو واخد قرار من دلوقتي اكيد شغال يعني اكيد شغالين ان لو الراجل مشي طبعا فاكيد الزمالك شغال دلوقتي طبعا صح؟ اكيد طبعا. اكيد لازم لازم لانه انت داخل على افريقيا ومفيش فرق ولازم تبقى عارف لو هتجيب مصري هيبقى مؤقت ولا مش مؤقت ولا هيبقى على طول ولا هيبقى بالماتش ولا يعني لازم يبقى في استقرار فني في الفرق. ايوه فاكيد اكيد الوقت ضيق جدا ولازم التفكير من بعد ماتش اهلي الزمالك لازم اكيد في تفكير يعني. لسه مستني صفقة المهاجم بقوة ولا هدأت نوعا ما في لا ظل لا لا طبعا لسه؟ لا ومتمسك بيها جدا صفقة المهاجم ضرورية وهتتحقق إن شاء الله. مهم جدا إنك أنت بقالك اسبوعين قايل لي قربت. إن شاء الله قبل يناير إحنا قدامنا النهاردة 23 5 ايام 6 ايام اهو. إن شاء الله ان شاء الله. لا مهمة جدا مهمة جدا ليه جدا التأكيد على أهميتها كده؟ السكواد الكبير باللعيبة الكتيرة المتاحة الكويسة انا بعتقد انه ده مفيد في كم البطولات اللي الاهلي بيعملها مع الدوري المضغوط بتاعنا. دوري داخل فيه كاس قديم على كاس جديد كل الحاجات دي مضغوطه انت محتاج مع مدرب بيحب يلعب عدد كبير من اللعيبه مش يعني مثلا موسيماني كان بيحب ال 15 لعيب مظبوط وليها فوائدها في اوقات معينه لكن لما زادت عليه في الاوقات الضيقه بانت انها خلاص اللعيبه بره مش معايا فكان المقابل انه بقيه التيم مش جاهز مش واخد نفس الجرعات مظبوط واخد نفس الثقه واخد العين المدرب ان انت كل اللعيبه واخده عين كولر صح ودي حاجه مهمه جدا ان كل اللعيبه واخده واللعيب عارف ده يعني اللعيب عارف ده ان هو هلعب لا هلعب لا فتتلاقي مثلا ممكن يكون برضو معلش يا منير انا تعبك هتلاقي مثلا 25 لعيب في الاهلي لعب في الماتشات اللي فاتت دي كلها او اكتر كمان اعرف لنا يا منير كم نشغله لاعب شويه معلش طيب نستعرض مباريات بكره في الجوله 15 الى جانب لقاء الاهلي مع البنك الاهلي والمحله مع الزمالك لان بكره يوم مليان ماتشات حلوه وكلها ليها تاثير بشكل او باخر. فيوتشر مع المصري، المحلة مع الزمالك، الأهلي مع البنك الأهلي، سموحة مع بيراميدز. فيوتشر صاحب المركز الثاني كابتن ضياء في مواجهة المصري اللي تحسنت نتائجه مؤخرا، كيف ترى هذه المواجهة؟ مواجهة صعبة. المصري بيتعافى واحدة واحدة. لكن فيوتشر ماشي بشكل كويس وماشي بيتسحب محدش واخد باله منه. بيأدوا أداء كويس وماشيين بشكل تنافسي كويس يعني بشكل تنافسي كويس وعايز يحافظ على المركز بتاعه في وجود برضو ماتشات للأهلي وللزمالك فهو صراع حلو مظبوط وهم عندهم عناصر مكتملة يعني عناصر كويسة جدا يعني. المصري كان تعادل المباراة الماضية أمام غزل المحلة وقبلها قدام الأهلي وقبليهم كان فاز على الاتحاد السكندري. المباراة التالية هي مباراة بيراميدز مع سموحة. سموحة بكرة موجود في قائمته زياد طارق للمباراة